Le mutaba'at al-yawm ou l'adala, est-ce que c'est des règlements de compte? انا نقول باللي فيها بزاف حقيقه انا نقول باللي كاين خلفيات سياسيه ما لازمش نؤخذ باننا ضد محاربه الفساد انا نقول اللي سرقوا البلاد وصح سرقوا البلاد تعرفوا باللي البلاد هذه كانت ماشيه بالتليفون كانت ماشيه بالتليفون اعطي الفلاني ما تمدش الفلاني اعطي له البور الفلاني اعطي له اللوزين الفلاني هكذا كانت ماشيه اعطي له 30 مليون دولار قرض ما تمدلوش هكذا كانت ماشيه البلاد ولكن قبل ما نتابعوا رجال الاعمال لازم نتابعوا الناس اللي كانوا يمدوا لهم لأن هذا شيء مؤسف أنا رجل أعمال إلا كاين السعيد ولا الفلان ولا يقول لي روح البنكة هم يمدولك بلك أي واحد فيكم في القاعة لو كان يكون في الوضعية تاع رجل أعمال يقول لكم بعد وعلاش لا لا على هذه اعتقادي لازم نتابعوا المجرمين الحقيقيين ما نبداوش بالشركاء ما نبداوش بالشركاء احنا كمحامين لما نديروا قضايا تاع الفساد الناس المسؤولين الاداريين او البنكيين هم المتهمين الرئيسيين رجال الاعمال دائما يتابعوهم كشركاء الله على هذه نقول باللي هذه المتابعات فيها خلفية سياسية وأكثر من ذلك أنا نقول باللي لا لعدالة انتقائية لا لعدالة انتقامية نحن مع المتابعة ولكن نحن قبل المتابعة نحتاج إلى المحافظة على الأموال تاع الجزائريين ما تتهربش ولكن ما نستعملوش القضاء بهذه الطريقة ونعطي صورة ليست طيبة بأن لأن لما الناس يحكيوا لي يقولوا لي باللي كاين نيابة العاصمة النيابة العام في العاصمة راهي تدير المتابعات أنا نقول حاجة العصابة داروا قانون في 2015 قالوا باللي لا متابعة إلا إذا كانت شكوى من مجلس الإدارة تاع الشركة هل القانون تغير؟ القانون لم يتغير هل هناك شكاوي وضعت؟ لا ندري على هذه نقول في هذه المرحلة ولكن كثير من المواطنين يفرحوا لهذه المتابعات قال رام يحاربوا في الفساد أنا نقول باللي ليس وقت الشي هذا وقت أننا نتحفظ على هؤلاء وعلى قدم المساواة نتابع الفاعلين الأصليين ثم نتابع الشركاء ما لازمش نستعملوا العدالة ونخليوا الناس لفت النظر عن المطالب الحقيقية تاعنا وهي الانتقال إلى ديمقراطية حقيقية والاستمرار في التظاهر بطريقة سلمية.